بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب فيكم مشاهدينا الاعزاء، مشاهدين قناه كويت سبورت وبرنامجكم برنامج كروسفيت، وياكم حسين السعد مدرب كروسفيت. حلقتنا اليوم عباره عن بارت A وبارت B. بارت A اليوم راح ناخذ فيه تمارين تقويات لعضله الصدر وكذلك عضله الكتف من خلال تمرين الجيرك. تمرين الجيرك هو واحد من تمارين الكروسفيت وكذلك تمارين ويت ليفتنج، ان شاء الله راح ناخذه بعد شوي، وراح ناخذ فيه نسب 80 85 و90%. فخلونا نبدا بالتمرين الاول واللي هو تمرين البنش بريس. تمرين البنش بريس في بعض الاشياء اللي اذا سويتها راح اقدر افعل عضله الصدر بشكل اكبر، وارقامي ممكن انها تكون افضل بالنسبه لتمرين البنش بريس. خلونا نشوف. بدايه لازم يكون جلوسي على البنش والقدم تكون ملامسة الأرض. نشوف وايد لاعبين يلعبون ورافع القدم فوق أو حاط ريل على ريل وهو يتمرن، طبعاً هذا ممكن تضعف أدائك، لأن إذا خليت القدم على الأرض ممكن يكون جسمك ثابت وتقدر تولد قوة أكثر، خاصة الكعب. فأحاول أن الكعب ما يكون وايد بعيد، أحاول أنه يكون تحت جسمي قد ما أقدر. الشيء الثاني لما أخذ البار، طبعاً بداية لازم يكون لما أنام على البنش يكون البار تحت عيني بالضبط، فأخذ البار أوديه تحت الصدر بالضبط. تشوف بعض اللاعبين لما يلعب البنش يلعب البنش بالطريقة هذه، وطبعا هذا ممكن أنه يزيد الضغط على عضلة الكتف، ممكن يسوي لك إصابات، لأن عضلة الكتف عضلة صغيرة والمدى مالها مو أنها تنزل هني، لا، راح يسبب لك ضغط، يسبب لك إصابة. فأفضل شيء أنك تأخذ الوزن وتخليه تحت الصدر مباشرة، بعدين تحاول أنك تقلل الضغط من عضلة الكتف والمثلث وتزيد من تفعيل عضلة الظهر بالطريقة هذه. شايفين؟ فهني أكون فعلت عضلة الظهر وعضلة الصدر بشكل جيد. النزول يكون بطيء والدفع سريع، وهذا راح يخليك تلعب أوزان أفضل بكفاءة أكثر. فخلونا نشوف على البار. أول شيء قلنا القدم تكون تحت وثابتة على الأرض. فرح أول شيء نسخن تقريباً أوزان خفيفة، ممكن بار فاضي، بعدين نروح حق مثلاً 30% 40% 50% لغاية ما أحس أن جسمي خلاص سخن وصرت جاهز أني ألعب تمرين البنش بريس. فبعدين راح يكون تمرين اليوم عبارة عن 80% جولتين ثلاث عدات، 85% جولتين ثلاث عدات، و 90% جولتين ثلاث عدات. يفضل بال 90% أنك أنت تحس أن هذا مو آخرك بالوزن، يعني تقدر تلعب جولة زيادة بعد بال 90%، لأن 90% مو 100%. حاول أن كذلك يكون أحد وراك، مدرب أو أي شخص فاهم، عشان إذا ثقل الوزن يساعدك أنه يرفع وياك الوزن. هذا بالنسبة للتمرين الأول. التمرين الثاني بالنسبة لبارت A راح يكون تمرين الباور جيرك. باور جيرك، أول شيء حاول أنك تسوي موبيليتي حق عضلة الكتف علشان تساعدك في المدى الحركي ودفع الوزن إلى أعلى. فالباور جيرك يختلف عن السبل جيرك، يختلف عن البوش بريس. أول شيء عندنا الميليتري بريس، واللي هو تكون القدم ثابتة بدون ما تثني الركبة، تدفع الوزن إلى أعلى. أما البوش بريس أنك أنت تنزل وتدفع الوزن فوق، فقوة قدمك راح تساعدك أنك تدفع الوزن فوق. اللي بعد ذلك اللي هو الباور جيرك، وهو أنك أنت تنزل وتدفع الوزن والقدم بدل لا تصير مثلاً بالوضعية هذه اللي هي تكون قريبة من الجسم، تدفع الوزن وتنزل مع فتحة القدم بشكل بسيط. هذا الباور جيرك. أما النوع الأخير السبلت جيرك، وهو أنك أنت تدفع الوزن وتنزل تحته بشكل سبلت مثل ما احنا شايفين. فهذه الوضعيات الأربعة للبوش بريس أو الأوفر هيد. فتمريننا اليوم راح يكون باور جيرك، فراح نستخدم نسبة 80% 85% 90%. كل جولتين راح يكونون عبارة عن ثلاث عدات، يعني جولتين ثلاث عدات 80%، جولتين ثلاث عدات 85%، جولتين ثلاث عدات 90%. بعد ما تسخن تحط الوزن المناسب، طبعا راح يكون من الراك، فمهم ان الراك يكون ارتفاعه مناسب بالنسبة لك، ما يكون وايد نازل ولا وايد مرتفع. كذلك حاول انك تكون ايدك متساوية، طبعا بعض اللاعبين بالنسبة لهم داخل الخط يكون مناسب لأنه هو يدفع الوزن بشكل مستقيم بشكل أحسن. بعض اللاعبين الموبيليتي يكون عنده قليل، فكل ما وسعت إيدك كل ما الموبيليتي مالك صار أفضل وكان المدى الحركي أقل. فحسب أنت يعني شنو اللي ترتاح فيه،
بالنسبة لي أنا راح يكون داخل هذا الخط، راح ناخذ الوزن ونشوف. نستكمل ثلاث جولات، أو عفوا جولتين ثلاث عدات 80%، جولتين ثلاث عدات 85%، جولتين ثلاث عدات 90%. حاول أن 90% ما تكون وايد صعبة ولا تكون وايد سهلة، بالعكس تكون مناسبة، وبشذي نكون خلصنا بارت A. بالنسبة لتمريننا اليوم لبارت بي راح يكون عبارة عن تمرينين، كل تمرين تايم كاب ماله 15 دقيقة، ما راح يكون في راحة بينهم، مجرد ما تخلص التمرين الأول تدخل في التمرين الثاني. راح يكون التمرين الأول تايم كاب 15 دقيقة عبارة عن 21 15 12، راح نسوي 21 مثلا دبس على البار هني، بعدين راح نسوي 21 هاند ساند بوش اب ستريكت، بعدين راح نسوي 21 بول ابس. هذا بالنسبة للجزء الأول. الجزء الثاني واللي على طول دايركت راح يدخل وراه راح يكون عبارة عن 12 9 6، راح يكون 12 بار مصلب، بعدين 12 هاند ساند بوش اب، ممكن تسوي كيبينج، بعدين راح يكون 12 على الأسلت بايك، فراح يكون 12 بعدين 9 بعدين 6. خلونا نشوف الجزئية الأولى أو الجزء الأول من التمرين واللي التايم كاب ماله 15 دقيقة واللي راح يكون 21 15 12، فخلونا نشوف. طبعاً إذا كان التمرين صعب بالنسبة لك، مثلاً دبز صعب بالنسبة لك، ممكن أنك تسويه باستخدام الدامبل، ممكن دامبل على الفلور وتسوي دامبل بريس. وبالنسبة للتمرين هاند ستاند بوش اب، إذا كان ثقيل بالنسبة لك ممكن تأخذ دامبل وتسوي شولدر تو أوفر هيد. كذلك البول أبز إذا كان صعب ممكن تستخدم رابر باند. فأول ما خلصنا 21 15 12 راح نبدأ بال 12 9 6 مثل ما قلنا لكم. مشاهدينا الأعزاء، إذا كان البار مصلب صعب بالنسبة لك ممكن تسوي بول أبس، كذلك إذا كان البول أبس صعب بالنسبة لك ممكن تسوي باستخدام الرابر باند. الهاند ستاند بوش أب إذا كان صعب ممكن تستخدم الدامبل، وطبعا الأسلت بايك الكل يقدر عليه. بشذي نكون سوينا لكم تمرين اليوم. أعزائي المشاهدين، تمريننا اليوم بارت بي كان تمرين شوي متقدم أو آر إكس. إذا كنت أقل من RX كل التمارين اللي سويناها ممكن تسوي لها سكيل داون وتخفف منها، لكن لا تخفف منها وايد لأن راح تطلع من القوة مالتها وراح تطلع من التأثير مالها، راح يكون تمرين خفيف وما له معنى بالنسبة لك. فحاول أنك تسوي سكيل داون درجة واحدة بس. أتمنى أكون قدمت لكم تمرين مفيد، أشوفكم في حلقات قادمة بإذن الله.